ابتديت اشتغل كبرايفت او انتربرينور من 2014. ابتديت اشتغل شغل برايفت لوحدي خالص. ابتديت ان انا اصنع فيرنيتشر في اماكن كتير. ابتديت اول حاجه اول سنتين ابتديت اصنع كلاسيك فيرنيتشر، ودي كانت في دمياط. كنت بفضل رايحه جايه في الورش هناك وكاستمايز فيرنيتشر للناس، كل واحد حسب ما بيطلب، وبعمل ديزاينز برضو مختلفه شويه. كنت عايزه اخلي الكلاسيك شكله مختلف وفيها الروح الاسلامي بس بشكل مودرن جدا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستخدمها في حياتنا بشكل عام. اي عريس او عروسه يقدروا ان هم ياخدوا اوضه النوم بتاعتهم او السفره بتاعتهم يكون داخل فيها شغل اسلامي او شغل الصدف يدوي. طبعا كان في مشاكل كتير قابلتني في الاول في كواليتي بتاعه الشغل، ان انا الاقي مكان ان انا اقدر اعمل عنده الشغل يطلع كواليتي حلوه. الاسعار متفاوته جدا في الفرنتشر، فدراسه السوق بالنسبه لي كانت صعبه ان انا اعمل شغلي بكواليتي عاليه وسعر مناسب. واحده واحده طبعا التسويق برضو كان مشكله، ان انا اتعرف وسط سوق مليان ناس كتير جدا منافسين، ان انا اوصل للناس ان هي تقتنع ان هي تيجي تشتري من عندي او ان هي تحب الشغل بتاعي. طبعا البراند بتاعي اسمه مزار، انا نسيت الاول اقول لكم البراند بتاعي اسمه ايه. البراند بتاعي اسمه مزار فرنتشر. كلمه مزار انا اخترتها مخصوص عشان هي كلمه عربي. اللوجو بتاعي نفسه بالخط الكوفي عشان انا بحب الستايل العربي، وده مدي شكل مختلف للتراث ومديله اصاله اكتر للمكان. ان احنا بنبين الهويه بتاعتنا في الشغل بتاعنا. يعني بدخل برضو حاجات تانية في الفرنتشر عندي، يعني انا بشتغل بشغل النحاس، بحب ميكسينج ماتيريال جدا، اميكس ماتيريالز كتير. بدخل شغل نحاس، بدخل شغل ستانلس، يعني بعمل الديزاين على حسب الكلاينت عايز ايه بالظبط. هو طبعا الديزاين والتنفيذ بياخد فتره شويه معايا، ناخد حوالي شهرين ثلاثه عمال ما بنطلع الشكل اللي احنا عايزينه. يعني فاي عريس او عروسه بيجوا يطلبوا الاوردر بتاعهم او يتكلموا معايا، ببقى عايزه منهم مثلا شهرين او ثلاث شهور علشان اقدر افرش لهم البيت بالشكل اللي هم عايزينه.